عزيزي المشاهد، وصل إلينا السؤال التالي: ما الفرق بين الاضطهاد الديني والتمييز الديني والتهميش الديني؟ الاضطهاد الديني هو توقيع إيذاء بدني أو نفسي على شخص بسبب اختلاف الدين. التمييز الديني هو أن يعامل الشخص معاملة مختلفة بناء على الدين، بمعنى إذا كان في الاضطهاد إذا يقع الشخص، فإن التمييز نظراً لديانته قد يصل إلى أعلى المناصب، أو قد يحرم من التبوء في مناصب عالية مرتفعة. هذا هو التمييز الديني. التهميش الديني تجاهل شخص نظراً لديانته، أو تجاهل مجموعة من الأشخاص نظراً لديانته. أوضح أكثر أن الاضطهاد الديني موجود، كان موجود زمان وموجود لغاية النهاردة أكيد في بقاع كثيرة، أن يقع نوع من الإيذاء البدني أو النفسي. قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى حد القتل أو حد الذبح أو السجن. هذا هو الاضطهاد الديني. التمييز الديني، وفي الحقيقة أنا بعتبر ده زرع وحصاد من الأمة التي تمارس هذا التمييز الديني، بمعنى عندما الشخص يميز نظراً لديانته ويرفض من أن يرتقي مناصب عالية نظراً لاختلاف الديانة، فإن ده زرعة، وزرعة فاسدة، والحصاد المر لابد أن يأتي عندما تحرم الدولة من كفاءات رائعة ممتازة، أو يتبوأ المناصب القيادية أشخاص دون المستوى، أو أشخاص وصوليين، أو أشخاص نفعيين مرتشين. طبعا هذا كله في النهاية يصب ضد المجتمع الذي مارس التمييز الديني. التهميش الديني أيضا أعتقد موجود في أماكن كثيرة في العالم، عندما لا يعترف بديانة معينة، مثلا يمنع من بناء دور العبادة. أحيانا بيصل الأمر أنه لو حب يعمل ترميم في دورة المياه لا يعطى تصريح. هذا هو التهميش الديني، عندما يكون دين بعينه وأشخاص في ديانة معينة لا قيمة لهم في المجتمع على الإطلاق. في الحقيقة عندما يحدث هذا فإن النتائج لابد أن تأتي. قال الكتاب المقدس: إنهم يزرعون الريح يحصدون الزوبعة. فالاضطهاد الديني لابد أن الله يحاسب صاحبه. عندنا قصة في العهد القديم، واحد نظراً لاختلاف الجنس والعرق أراد أن يضطهد شخصاً، وعندما رفض أن يسجد له فجهز له صليباً لكي يميت عليه، وهذا الشخص هو هامان اللي عمل الصليب لمردخاي، وكانت النتيجة أن هامان صلب عليه. التمييز الديني أشرت إنه بتحرم البلد من كفاءات رائعة لا تعتلي المناصب القيادية نظراً لدياناتهم المختلفة، خسارة كبيرة على المجتمع. والتهميش الديني أيضاً شيء يعتبر عار، إن في القرن 21 يبقى في بعض الأماكن فيها تهميش لديانة معينة. في الحقيقة ما أعظم الله الذي أعلن أنه يحب الجميع، وهكذا أحب الله العالم بأسره حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.